أهلا بكم من جديد. أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عن تأسيس رابطة جديدة حملت اسم رابطة رؤساء مهرجانات العراق الفنية، والتي تعمل بمظلتها من أجل تنظيم والتوحيد عمل المهرجانات الفنية التي تقام في العراق وأقليم كردستان وفي كافة المجالات المسرحية والسينمائية والمهرجانات الفنية الأخرى. في هذا اليوم في محافظة النجف الأشرف المؤتمر التأسيسي لتجمع مهرجانات العراق، وهذا يعتبر التجمع الأول من نوعه بالعراق لتوحيد الرؤى والكميات النوعية للمهرجانات في العراق السينمائية والمسرحية، يعني المهرجانات الفنية تحديدا. استضافتنا محافظة النجف الأشرف مشكورة المعروفة بكرمها وطيبتها، راح تتباحث خلال اليوم ويوم غد إقامة المهرجانات في العراق كافة حتى إقليم كردستان، وانتخاب هيئة إدارية لهذا التجمع. رابطة عيون الفن الثقافية في محافظة النجف الأشرف بالتعاون مع فرع نقابة الفنانين العراقيين هنا في هذه المحافظة أقامت اليوم المؤتمر التأسيسي الأول للمهرجانات العراقية. حقيقة هي مبادرة أولى حريصين على دعمها كنقابة فنانين، وإن شاء الله يكون هناك قبول ونجاح ومخرجات عملية لهذا المؤتمر التأسيسي. الملتقى التأسيسي لرؤساء مهرجانات العراق الفنية سواء على المستوى الأفلام القصيرة والسينمائية والأفلام الطويلة والمسرح والمسرح المعاصر والجاد والشعبي وغيره في مدينة النجف الأشرف في الكوفة المقدسة، واللي تقيمه رابطة عيون الفن بالتعاون مع نقابة فنانين ومديرية شباب ورياضة النجف الأشرف. حقيقة اليوم الحضور كان جيد جدا لرؤساء المهرجانات، وإن شاء الله يكون مخرجات هذا المهرجان مخرجات إيجابية حتى يكون هناك تأسيس اتحاد لهكذا مهرجانات.